والله يوم اللي قصفوا انا الصاروخ هذا خشانه بس ما انفجرش. احنا كنا في الحوش في المنزل اللي جنبه من هنا، فهمت؟ وين ما خبط جينا انا لقينا في النية ما انفجرش، خبط وخش. والله اي شو بيكون ردة فعلك؟ ارتعبنا وجينا الجار وانا ما عرفنا نسحبوا فيها جيراني قاعدين، لما اصلا ولادهم كان قبلها بشوي كان في الحوش جوا، ما طلعش الا قبلها بخمس دقائق. ما خدناش خطوات، كلمنا عليها جماعة الهلال وقالوا تو نجيبوا خبير ياخذه. Already, even if people haven't started moving back, the ones that are here has started to move, fired ammunition, which basically are UXOs, and they're very, very dangerous. We will try to prioritize different areas. What's most important in this prioritization is the impact of the people. I mean, where is the highest need for the Libyan people to make the environment safe for them?